قالت جلسة الجامعة العربية لدرجة إن إحنا قلنا مش هتخلص النهاردة، طالت جدا. طالت وعرفنا إن هي كانت عويصة. يعني كان متوقع أن تطول ومتوقع أن تواجه قضية عويصة. تعرف إحنا القضية الرئيسية اجتماع استثنائي فيما يتعلق بالملف السوري، والملف السوري شديد التعقيد سواء في وضعه الداخلي ووضعه الإقليمي. سوريا بلد مركب ومعقد سواء من تركيبته الاجتماعية الداخلية أو من ناحية وضعه الإقليمي العربي. يعني أي تغيير في أي اتجاه في سوريا سواء كان في الاتجاه الإيجابي أو السلبي لابد أن يحدث تداعيات في الوضع العربي والوضع الإقليمي عامة. سوريا متاخمة لإسرائيل، متاخمة لبلدان عربية أخرى كثيرة، متاخمة لتركيا، فالوضع متشابك ومعقد والتقديرات أيضا متضاربة في الوضع السوري. طيب هنرجع تاني لملف السوري.